من تونس الأستاذ مختار الجماعي المحامي لدى التعقيب والنشط الحقوقي. أستاذ مختار مساء النور، أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا سيد حسين، كل التحيه لك ولجميع متابعيك في تونس وخارج تونس، كل التحيه للسيد احمد العديدي. مده لم نلتقي، نتمنى ان ننير بصيره جمهور المشاهدين حول كثير من الحقائق التي حال الاعلام التونسي بيننا وبينهم في شرحها وبيانها. على ذكر الاعلام التونسي، لاحظنا عودة الحديث عن حركة النهضة، ربما في أكثر منه في شكل تحريض إعلامي ضد الحركة النهضة ورئيسها الأستاذ راشد الغنوشي وقياداتها، وثم حديث تقريبا على وجه الخصوص على أن هناك كنز مكنون تم اكتشافه في منزل الأستاذ راشد الغنوشي، ملفات هكذا يتحدثون عن ملفات في دار الغنوشي. هل عثرت فعلا السلطات على كنز ولا شو اسمه المصباح السحري؟ أنيرونا أستاذ مختار جماعة، ماذا يحصل؟ شو مخبين علينا؟ أولا دعنا نقول أن المشهد وهو يعيد أواخر 87 ويعيد أيضا بدايات التسعينات لا يمكن أن يخلو من إعادة تذكر ما كان يمر ببرنامجه بالمنظار. كان بالمنظار وصاحبه الشلي ينير الحقائق أو ينير البصائر كما تنير كثير من وسائل الإعلام اليوم. الفرق فقط هو أن كنا نعاني برنامجا واحدا، أصبحت الآن تقريبا جميع البرامج أو كثير من البرامج التي نستمع إليها في الإذاعات صباحا ومساء ونشاهدها عند المساء في بعض القنوات التونسية كلها تلعب نفس الدور القذر الذي لعبه برنامج بالمنظار، لا في بيان الحقائق ولكن في طمسها. ونعتقد أن ما غطى على كثير من القنوات الإذاعية والتلفزية خلال بداية هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع الفارط هو جزء أو هو صورة تعكس ما ترد إليه الإعلام التونسي، هذا الإعلام الذي لابد أن نذكر أنه أصبح يعيش تقريبا مثل الوضعية التي يعيش فيها القضاء التونسي. القضاء التونسي يعيش الآن على وقع حل المجلس على القضاء، على وقع عديد الإيقافات وعديد الإعفاءات. القضاء التونسي الآن أصبح يقرأ ألف حساب عند فصله في الملفات. الإعلام التونسي الآن بعد أن أصبح مرسوم 54 سيفا مسلطا على رقابه، والذي تعددت الإيقافات التي لحقت عديد الإعلاميين والصحفيين والذين وجع بعض منهم في السجن وكثير. نعم، وآخر البيانات حبتها اليوم النقابة. لكن خليني بوضوح أستاذ جماعي، ثم حقائق أنتم في حركة النهضة تخفونها خايفين منها، وإلا هناك هلع كبير؟ أعطينا ماذا حصل، ماذا وجدوا في منزل الغنوشي؟ لعل ثم حاجات خطيرة، أعطينا. أولا دعنا نضع الأمور في إطارها التاريخي. الوثائق الذي وقع الحديث عنها والمقصودة من خلال محاكمة الأستاذ راشد الغنوشي هي تتنزل أو تأتي الآن كنتيجة أو في إطار إصدار قاضي التحقيق لقرار ختم البحث وتوجيه الاتهام لبعض القيادات حركة النهضة إلى جانب كثير من المدونين وكثير من الأشخاص، تهمة التآمر على أمن الدولة لتكون هذه لنصطلح على تسميتها من اليوم أنها قضية التآمر أربعة بعد أن سبقها عدد كذا قضايا تآمر. تعود، يجب أن نعود بالزمن إلى 27 رمضان الفارط حينما وقع إيقاف الأستاذ راشد الغنوشي على خلفية مشاركته في المسامرة اللي نظمتها جبهة الخلاص بعد نهاية نشاطها، وقد كان النشاط الأخير. وقع إيقاف الأستاذ راشد الغنوشي على خلفية تصريحه الذي قال فيه إن تونس بدون حركة النهضة وبدون اليمين وبدون اليسار وبدون القوميين وبدون الديمقراطيين هي مشروع لحرب الأهلية. إذن وقع القبض عليه، وقتها وقع تفتيش منزله والعثور على كثير من الوثائق والكتب التي وقع احتجازها وبعض الكراسات التي
أصبح أو وقع انتقاء بعض الجمل التي جاءت منها والتي لا يمكن أن تخرج عن النشاط الطبيعي لأي حزب سياسي، بخصوص إعادة نبض الشارع والمحافظة على كتلته الانتخابية والمحافظة على منخرطيه وبرنامج الوصول إلى المواطن التونسي في أسواق الأسبوعية وفي الأحياء الشعبية وغير وغير ذلك. اعتبروا أن هذا الأمر الذي يدخل في صميم النشاط الحزبي اعتبروه وزادوا عليه الشيء الكثير ليعتبروا ذلك نوع من تحشيد الشارع، ولم نكن نرى من هذه المسائل هي أي شيء. الطريف في الأمر، وقد كنت أشرت إلى هذا منذ سنة تقريبا، منذ أن تحدث بعض الإعلاميين على وجود بعض الكراسات التي تنص على كلمة الجوسساء، وكانت المصطلح وكانت الكلمة هي التحسيس. راهو يا أستاذ حسين والكلام لكثير من المشاهدين ولمن يستمع، إذا كان نعود وهي دعوة لإعادة مشاهدة الشريط الذي تحدث فيه هي ذلك الكرونيكات بخصوص ما وقع العثور عليه، وهو يقرأ الورقة يتحدث عن جوسسة، والحال أن الكلمة هي كلمة تحسيس ليست كلمة جوسسة. والمؤكد من ذلك والدليل على ذلك أنه إذا كان ناظر المسألة في إطارها فلا يمكن أن تكون ذلك هو المصطلح. وكنت قد أشرت إلى هذا، وكنت سباقا إلى إشارتي إلى هذا في أحد البرامج الإذاعية. نعم. إذن لا حديث أو غير صحيح ما وقعت سياقته وما وقع الحديث عنه، هو نوع من الشعبوية المقيتة وتحريف للوقائع. المشكل هنا يتحول إلى مشكل إجرائي حينما يتدخل ممثل النيابة العمومية والناطق الرسمي باسم حاكم تونس بعد دقائق أو قبل دقائق، وهو يشاهد ما يتحدث عنه هذا الشخص، وهو يخرق المبدأ المتعلق بسرية الأبحاث، لا فقط سرية الأبحاث وإنما تحريفها. منظومتنا القضائية ومنظومتنا القانونية قائمة على سرية التحقيق وعلى علنية المحاكمة. اليوم يتحول مناقشة هذه الوثائق وهذه الأوراق وقراءتها على رؤوس الملأ وأيضا على مشهد ومسمع من ممثل تقصد تسريبها، لكرونيكورات قناة التاسعة. بالضبط كان يتحدث عن وقائع الملف، وكان يتحدث عن بعض ما وجد في الملف، لا يتحدث عن على مرأة ومسمع إفشاء سرية التحقيقات. نعم. والنيابة العمومية لا تحرك ساكنا، وكان الأمر يتعلق أو بالتالي أوضح وضعية لتطبيق موجبات المرسوم 54. كانت تلك اللقطات وتلك المشاهد البائسة كانت أقرب لتطبيق موجبات ذلك المرسوم. ولكن ما يهم أستاذ مختار، ما يهم كل حديث عن ملفات وجوس عار عن الصحة مجرد وثائق حزبية عادية، هذا هو اللي المهم في الحديث متاعك. المشكلة حتى أنه وإن أفشى أسرار موجودة في ملفات تحقيقية لم يكونوا أمناء في نقلها، وكنا طالبنا كلسان دفاع حق الرد الذي هو أبسط ما يكون للمواطن المتضرر أو لدفاعه، ولكننا لم نمكن. الجريمة جريمتان، الجريمة الأولى هي إفشاء أسرار وأوراق لم تزل في طور التحقيق المفترض فيها سرية، وأيضا تحريفها وتغيير الحقائق فيها. خليك معنا أستاذ مختار. نذكر سادة المشاهدين